أجهل من هي أجهل من هي شغلة دي قديمة أوي شغلة دي أيام قديمة أيام الفرعونيين وأيام جدودنا كنا نشتغل بقى على أيام جدودنا وأبهاتنا فالشغلة دي بتنكرش بتنكرش مع معنى مع الزمن بتنكرش محدش بيشتغل اشتغل الشغل دي القليل قوي النهارده مفيش شاب يتعلم الصنعه دي مفيش شاب النهارده بيتعلم الصنعه دي ليه بقى؟ عشان صعبه عايزه طول البال ماشي عايزه طول البال ومفيهاش يعني الشاب النهارده عايز حاجه سهله دي فرن بطاطس الجماعه السريعه اللي بيزرعوا في الجماعه فاحنا بنديها لهم هم عشان يشرحوا فيها ويبيعوا فيها بطاطس. هي شهرة قديمة جدا. تراث قديم يعني. فالحاجات ديت يعني من نادر منها لما تلاقي مثلا دكانة بتشتغل بتعمل حاجات دي.